طبعا عايزين نبدأ حلقتنا النهاردة يا جاد ونتكلم عن امبارح كان في مشاركة مهمة للغاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة محيط واحد واللي عقدت بمدينة بريست الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عاوز أقول لكم أنه مشاركة السيد الرئيس في القمة جت ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وده بيعكس أكيد حجم المكانة الكبيرة والعظيمة اللي بتحظى بيها مصر في المحافل الدولية. السيد الرئيس امبارح خلال كلمته في القمة أعلن انضمام مصر للإعلان حماية المحيط وقت العمل، أعتقد مشاركة مهمة للغاية خاصة وإننا بنستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ السنة دي إن شاء الله. قمة مهمة جدا، ومصر خطت خطوات كتيرة قوي على مستوى البنية التحتية وتخدير وسائل النقل المختلفة علشان احنا نبقى بنساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة ونبقى بننتهج نفس نهج الدول المتقدمة. عايز اقول لحضراتكم يعني انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد على هامش القمة عدد من اللقاءات المهمة، وطبعا كان على رأسها القمة المصرية الفرنسية مع الرئيس الفرنسي ماكرون، واللي شهدت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واللي بتشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. كمان التقى الرئيس السيسي مع رئيسة وزراء تونس ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء النرويج. طبعا كانت لقاءات مختلفة متنوعة وهامة في قضايا مهمة على الساحة. تعالوا كمان نشوف كده تفاصيل وأجزاء وأهمية هذه الزيارة في هذا التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في القمة العالمية الأولى من نوعها لحماية المحيطات والمساحات البحرية محيط واحد، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي. ويهدف المؤتمر إلى الاهتمام بالمسائل البحرية وتجسيد مسؤولية الدول في معالجة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي. استقباله كبار رجال الدولة الفرنسيون وأعضاء السفارة المصرية في باريس. والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام وحشد التمويل له. الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بريست الفرنسية مع السيدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
غادر السيد الرئيس مدينة بريست الفرنسية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.